أهلا بكم مشاهدينا الكرام في حلقة جديدة من زوايا الحدث، والتي نخصصها للحديث عن التحركات السياسية الرامية للعودة إلى المسار السياسي. لا تزال التحركات السياسية تتفاعل على صعيد البحث عن حل سياسي للأزمة اليمنية، فبعد أن أفشل تحالف الانقلابيين محادثة الكويت وعمد إلى التصعيد من خلال تشكيل ما يسمى بالمجلس السياسي وعودة العمليات العسكرية على مختلف الجبهات، بات هذا المسار يمضي باتجاه الجمود، إلا من بعض التحركات التي بدأها مجددا المبعوث الأممي إسماعيل ولد الشيخ، الذي يبدو كمن يبحث عن إبرة وسط كومة قش. في جدة السعودية يعقد نهاية الأسبوع لقاء يضم ممثلي خارجية كل من الولايات المتحدة وبريطانيا والسعودية والإمارات وروسيا، ويتوقع أن يبحث اللقاء سبل تفعيل العودة إلى المسار السياسي. ولكن مع انضمام روسيا إلى هذا اللقاء، لا يبدو أن هناك إجماعا على مرتكزات الحل الذي لا يزال بعيدا. الموقف الروسي الملتبس من مستجدات التطورات في اليمن كان محور لقاء جمع وزير الخارجية عبد الملك المخلافي مع نائب وزير خارجية روسيا، أكد فيه الأخير رفض بلاده لإعلان تحالف الحوثي والمخلوع عن تشكيل المجلس السياسي، واصفا ذلك بالخطوة الفردية، وهو موقف مناقض لما كان قد أعلنه القائم بأعمال السفارة الروسية بصنعاء. تحركات المجتمع الدولي للبحث عن حل سياسي للأزمة اليمنية سيكون محور حديثنا هذا المساء، وسنناقشه في محورين: ما الذي سيبحثه اللقاء الخماسي في جدة؟ وما حقيقة الموقف الروسي من الأزمة اليمنية؟ ولكن بعد مشاهدة هذا التقرير. للمرة الأولى يمكن القول أن الحكومة الشرعية بدأت في التحرك الدبلوماسي بشكل واضح المعالم. تحركات بدأها رئيس الحكومة أحمد بن داغر بزيارة لدولة الإمارات، تلتها زيارة للقاهرة على رأس وفد حكومي بحثا عن دعم إقليمي ودولي لموقف الحكومة الهادف لاستعادة الدولة. لقاءات مكثفة أعقبت إعلان الحوثيين والمخلوع صالح عن تشكيل مجلس سياسي والتهديد بتشكيل حكومة، والاستفادة من تصريحات القائم بأعمال السفارة الروسية في صنعاء وتصوير ذلك وكأنه موقف روسي داعم لتلك الخطوة، وهو ما نفاه وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف، الذي قال أن بلاده لا تعترف بالمجلس السياسي في اليمن، واصفا إياه بالتصرف الأحادي الجانب. المسؤول الروسي أكد خلال لقائه وزير الخارجية عبد الملك المخلافي أن موسكو تدعم الشرعية في اليمن وأن موقفها لن يتغير، مشيرا إلى أن الموقف الرسمي لبلاده هو ما تتضمنه بيانات الخارجية الروسية، وأن أي موقف غير ذلك فهو تصرف فردي لا يعكس الموقف الرسمي لبلاده. الموقف الروسي تجاه الأزمة اليمنية كان دوما في المنطقة الرمادية، ويترك الباب مواربا لتحقيق أي مكاسب محتملة جراء ذلك الموقف. ويمكن اعتبار بقاء السفارة الروسية في صنعاء فاتحة أبوابها في وجه المخلوع، والكشف عن أسلحة روسية جديدة تم العثور عليها بحوزة ميليشيا الحوثي وصالح، والزيارات المكوكية لمسؤولين مقربين من صالح لموسكو بين فترة وأخرى، دليلا على أن روسيا ما زالت تفضل العمل من تحت الطاولة في اليمن. التحركات الدولية فيما يخص مربع الأزمة اليمنية ما تلبث أن تتوقف حتى تعود من جديد في حلقة دائرية، فبعد أكثر من أسبوعين على توقف مشاورات الكويت ورفض الانقلابيين التسوية المقترحة من قبل الأمم المتحدة، عادت العجلة الدبلوماسية للدوران من جديد، هذه المرة بإضافة روسيا للدائرة الضيقة للحل التي كانت تضم أمريكا وبريطانيا والسعودية والإمارات. وأعلنت الخارجية الأمريكية عن عقد لقاء دولي في الرياض منتصف الأسبوع الجاري بمشاركة وزير خارجيتها، وهو ما قد يسفر عن عودة لجولة مفاوضات مقبلة بين الحكومة والانقلابيين وتقديم تعديلات على خارطة الطريق التي قدمها إسماعيل ولد الشيخ في الكويت الشهر الماضي. الإجراءات التي يقوم بها الانقلابيون في صنعاء جعلت عدوى القلق بخصوص الأوضاع في اليمن تنتقل من المسؤولين الأمميين إلى رعاة التسوية السياسية في اليمن،
حيث أعربت مجموعة سفراء الدول 18 الراعية للتسوية السياسية عن قلقها حيال الأعمال التي قامت بها عناصر من حزب المؤتمر الشعبي العام والحوثيون وأنصارهم، والتي وصفتها بالأحادية وغير الدستورية في صنعاء. يستمر العالم في القلق والتعبير عن قلقه وعدم اتخاذ أي إجراءات تفضي لحل للأزمة اليمنية، بينما يمضي الانقلابيون كل يوم أكثر في مشروعهم ويستمر سقوط الضحايا المدنيين بلا ثمن. أهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام، ونبدأ حلقتنا مع الباحث والمحلل السياسي عبد الناصر المودع الذي ينضم إلينا من عمان. مرحبا بك سيد عبد الناصر. مرحبا بكم. أهلا بك سيد عبد الناصر. لقاءين منفصلين أحدهما بين وزير الخارجية الأمريكي وبين وزراء خارجية دول مجلس التعاون، وآخر يضم 5 دول ذات علاقة بالملف اليمني. إلى ما يشير هذا الحراك أو التحرك السياسي الخاص بالأزمة اليمنية في الوقت الذي نشهد تصعيدا على الأرض بين طرفي الأزمة؟ يعني هذا الحراك يأتي في سياق تعامل هذه الدول مع الأزمة اليمنية. نعم. هذه الدول وأقصد هنا الدول الكبرى وذات النفوذ داخل مجلس الأمن. نعم. لديها تصور محدد عن الوضع في اليمن. هي تريد حل سياسي للأزمة في اليمن، وهي بقدر الإمكان ضد استمرار العمل العسكري لما ترى بأنه كلفة باهظة ودون أفق، وبأنه يخلق حالة من الفوضى ويؤدي إلى انهيار الدولة اليمنية. علينا أن نفهم أن هذه هي التصورات التي هناك اتفاق بين الدول الكبرى بما فيها الدول مثل روسيا والصين والولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا. جميع هذه الدول هي متفقة بشكل عام على أن الحرب ليس لها أفق، رغم أن بعضها يميل أو يساند التحالف بشكل من الأشكال، ولكنه في جوهر موقفه يقوم على هذه الفكرة بأن الحرب بشكلها السابق لن تؤدي إلا إلى انهيار الدولة اليمنية. ولهذا هم يضغطوا على جميع الأطراف وتحديدا حاليا على السلطة الشرعية بالعودة إلى المفاوضات. طبعا المشكلة أن المشكلة في اليمن أن ليس هناك في على الأرض ما يجعل أي مفاوضات تفضي إلى السلام، خاصة إذا تمت وفقا للطريقة السابقة في إدارة المفاوضات وفي أطراف التفاوض. نعم، إذن سيد عبد الناصر تفضل بالبقاء معي وأسمح لي لأن أشرك معنا في الحديث الصحفي في رئاسة الجمهورية ياسر الحسني. مرحبا بك سيد ياسر، وأنت الصحفي في رئاسة الجمهورية، ما الذي حمله والد الشيخ هذه المرة في لقائه مع الرئيس هادي؟ تحية لك وللمشاهدين الكرام وضيفك الكريم. بالتأكيد هو والد الشيخ هو حريص على إعادة المسار السياسي إلى الطريق الصحيح بعد أن ظل الطريق بسبب يعني الممارسات الغير قانونية التي تمارسها ميليشيا الحوثي والمخلوق صالح التي تنسف عملية السلام من أساسها. فالمبعوث الأممي يريد أن يحاول أن يعيد المشاورات السياسية إلى مسارها الصحيح، ولكن يبدو أن مهمته مليئة بالصعوبات والمعوقات التي وضعتها ميليشيا الحوثي والمخلوق صالح. بالنسبة للحكومة لا تمانع من استمرار العمل السياسي، لكن الطرف الاخر هو الذي يقود الى الامم المتحده والكفه هي نعم. ما زلت معي سيد ياسر؟ نعم. نعم، إذا تحدث سيد عبد الناصر المودع عن تصور معين لدى الدول الراعية لمشاورات السلام في الحل أو للمسار السياسي للأزمة اليمنية. برأيك أنت مع التصعيد الحاصل الآن على الأرض من قبل الإنقلابيين، كيف يمكن لهذه الدول أن تنجح في وضع هذا التصور لحل الأزمة سياسياً؟ الدول الراعية قدمت تطور للحل وحظى باحترام وقبول الحكومة الشرعية رغم ملاحظاتها على الكثير من الثغرات الموجودة في هذا التطور أو الحل، لكن
لكن الطرف الآخر هو من رفض هذا الاتفاق. بالأساس الآن من المفترض أن يتم ممارسة الظهور أو أن يتم التعاون مع ميليشيا انقلابية لا تحترم كافة التعهدات وقعت على يعني على التسوية السياسية أو حل السياسي وتقوم بممارسات على الأرض تنفذ كل ما تم الاتفاق عليه من مشاورات جنيف حتى وصولا إلى الكويت. هذا بالتأكيد المبعوث الأممي والسفراء الدول 18 كان موقفه واضح، كان سفراء الدول بين سفراء الدول 18 بالأمس وكذلك الموقف الروسي الواضح أنهم جميعا يؤيدون الموقف الحكومي الشرعي الملتزم بقرارات الشرعية الدولية والملتزم نعم. وكل ما تم طلبه أو كل ما تم الاتفاق عليه في المفاوضات والمشاورات السابقة. الآن أعتقد بأن الأفاق سوف يوجه باتجاه الانقلابيين، وتصريحات سفراء الدول 18 والموقف الروسي يؤكد بأن الجميع باتوا يعرفوا جميعا من الذي يعرقل عملية السلام وهي الذي يعرقل عودة رؤساء الدولة المستفيد من حالة الفوضى ولا دولة في الداخل اليمني. بالتأكيد العالم لن يسمح باستمرار الوضع في الداخل كما هو عليه. الجميع قد ربما يعني سيتغاضى عن العمليات العسكرية التي تقوم بها الحكومة الشرعية في سبيل استعادة مؤسسة الدولة وإنهاء الفوضى التي تقوم بها ميليشيا الحوثي والمخلوق صالح. نعم، إذا سيد ياسر ابقى معي واسمح لي لأن أعود إلى سيد عبد الناصر. سيد عبد الناصر، وأنت الذي تحدثت عن تصور معين لدى هذه الدول لمسار الحل السياسي، ولكن بالنظر إلى ما يحدث وبالواقع على الأرض والتحركات التي يقوم بها الانقلابيين، ما مدى أمل نجاح هذه التصورات وهذا المسار؟ يعني قبل هذا التحرك الأخير لم يكن هناك أي مجال للحل السياسي ما دامت أطراف الصراع الممثل بالسلطة الشرعية والطرفين الآخرين صالح والحوثي مواقفهما المتناقضة. الآن بعد هذا البعد الجديد، هذا البعد هو عقد المسألة، ولكن هذا البعد أيضا من وجهة نظر الإنقلابيين أنه سيجعلهم في وضع يقايضون فيه، بمعنى أنه يقايضون بقاء الرئيس هادي ومؤسسة الرئاسة بمجلسهم السياسي. يبدو أنه هكذا في نهاية المطاف إن دخلوا في مفاوضات جديدة فإنهم سيقايضون هذا ما يخططون له، وما يدعم موقفهم هذا هو استمرار تمسكهم بالأرض وسيطرتهم وفشل السلطة الشرعية في تقديمها نموذج حقيقي لسلطة حقيقية يثق فيها الداخل والخارج. لهذا هم يراهنون أكثر على سوء إدارة الطرف الآخر أكثر من كونهم من كفاءتهم هم أنفسهم. ما إذا انتقلنا إلى الموقف الروسي والذي ظهر ملتبسا بعض الشيء مع حضور القائم بالأعمال لحفل إعلان المجلس السياسي في صنعاء وتأييده لهذا الإجراء وإعلان الخارجية الروسية أنها لا تزال تدعم الشرعية، كيف يمكن فهم هذا الموقف؟ الموقف الروسي، أنا طلعت على تصريح القائم بالأعمال الروسي في صنعاء، ويبدو أن الرجل عندما كان يتكلم بلغة عربية ليست لغته الأم كان يحاول أن ينتقل كلمات، أنا لاحظته أنه خانه التعبير وأنه ليس هناك من سياسة أو تبدل كبير في السياسة الروسية. روسيا هي دولة في عضو في دائم في مجلس الأمن، أهم التزاماتها هو أن تحترم قرارات مجلس الأمن، وأيضا كونها دولة هي تؤكد في أكثر من مرة وفي أكثر من مناسبة بأن السلطة الشرعية هي السلطة الرئيس هادي، وبالتالي لا يمكن لها أن تغير موقفها هكذا كما يحاول صالح والحوثيين. صالح والحوثيين بيحاولوا أن يرسلوا رسائل لأنصارهم في الداخل بأن روسيا الآن تقف معهم وبأنها قد تكرر النموذج السوري وأنها ستتدخل لصالحهم. هم بهذه الأفكار يحاولوا أن ينعشوا طاقات أنصارهم، يحاولوا أن يخلقوا لهم الأمل. ومن حسن حظهم أيضا أن الطرف الآخر والمحللين في الطرف الآخر يتماشون ويتماهون مع هذه الأوهام،
نعم سيد عبد الناصر، حتى لو لم يكن الموقف الروسي كما يصوره الجانب الآخر الانقلابيين، إلا أن هنالك فعلا بعض المواقف الداعمة للانقلابيين، وقوف روسيا المتكرر في وجه أي قرار أممي أو بيان إدانة للجانب الانقلابي، ولقاءات عدة بين القائم بالأعمال والرئيس المخلوع، وكذا ممانعة روسيا لإصدار بيان داعم للحكومة الشرعية. كل هذا نعم. روسيا لديها موقف طبعا أكثر وضوحا فيما يتعلق بتعاملها مع صالح ومع الحوثيين من الدول الأخرى دائمة العضوية في مجلس الأمن، لكن لا يعني هذا بأنها لديها الرغبة بأن تتورط في الشأن اليمني وبأن تصبح طرف في الصراع اليمني. ممكن تستخدم اليمن كأحد وسائل تستثمرها في ملفات أخرى وتحديدا في الملف السوري، ولكن حتى الآن لم تبدأ باستخدام هذا الملف. هي تريد أن يكون لها موقع أكبر من موقع الآخرين الذين انسحبوا من اليمن، وأقصد هنا الدول الكبرى الأخرى. لكن أعتقد أن موقف روسيا ينسجم أيضا مع موقف كثير من دول مجلس الأمن التي لا تصرح علنا بهذا الموقف. هذه الدول أيضا دول داخل مجلس الأمن لديها تصور بأن صالح والحوثي يجب أن يكونوا ضمن تسوية سياسية ما في اليمن. الروس أكثر وضوحا، حتى البيان الذي رفضته روسيا أيضا الدول الغربية الأخرى إلى حد ما لم تكن مؤيدة وداعمة تماما لمثل هذا البيان، وإلا لكانت لو أصرت هذه الدول لديها طرق أخرى لإثارة الموضوع داخل مجلس الأمن، ولكن كون الأمر جاء من الروس وبالتالي فإنها ستحاول أن تتلافى الحرج الدبلوماسي وتترك الأمر للروس وتكتفي بهذا، ولا إلا لو كان هناك موقف آخر لدى الولايات المتحدة والدول الدائمة العضوية الأخرى لكانت لجأت إلى محاولة استصدار قرار أو استصدار بيان آخر. نعم سيد عبد الناصر، بالحديث عن الموقف الروسي، الآن روسيا للمرة الأولى ستشارك في اللقاء الخماسي الذي سيعقد هذا الأسبوع في جدة بين وزراء خارجية كل من أمريكا وبريطانيا والسعودية والإمارات وروسيا كما قلنا لأول مرة، كيف يمكن توقع مخرجاته على ضوء اللقاء السابق وانضمام روسيا إليه؟ الآن بانضمام روسيا هذا الاجتماع، كان هناك اجتماع في لندن تم بين الدول الأربعة، الآن هناك الدولة الخامسة روسيا. روسيا كونها الطرف الذي هو أقرب إلى الحوثيين وصالح من الناحية الرسمية، في هذه الحالة ربما ستحاول هذه الدول من جديد إنعاش محاولة التسوية، وربما بأفكار جديدة. وأعتقد أن الأفكار الجديدة هي الضغط على السلطة الشرعية لأن تقدم تنازلات خاصة فيما يتعلق بملف السلطة الانتقالية. هناك شبه إجماع لدى هذه الدول، أنا أتكلم ليس السعودية والإمارات ولكن أتكلم على روسيا والولايات المتحدة وبريطانيا والصين وفرنسا، كل هذه الدول لديها أنه أي تسوية لابد أن تأخذ هؤلاء وأن تظهر سلطة انتقالية جديدة تتجاوز ضمنيا قرار مجلس الأمن رقم 2216، وهذا التجاوز ممكن أن يتم من خلال نقل السلطات العسكرية إلى ما سمي بالمجلس العسكري الأمني والعسكري الذي سيعني عمليا قيادة جديدة للجيش مع أيضا التفكير بسلطة انتقالية. هذه هي كانت المحور ما ظل يدور في مفاوضات الكويت خلال الثلاثة الأشهر الماضية، والذي كان من نتيجته الفشل كون السلطة رفضت أولا المساس بمنصب الرئيس وسلطاته، إلى جانب أن الطرف الآخر رفض التفكير في قضية الانسحابات واللجنة العسكرية قبل التفكير في قضية السلطة الانتقالية التي هي
لا، الفكرة التي نعرفها جميعا. نعم، إذا الباحث والمحلل السياسي عبد الناصر المودع كنت معي من عمان، شكرا جزيلا لك. مشاهدينا الكرام، نعود الآن إلى ضيفي من الرياض ياسر الحسني. مرحبا بك مرة أخرى سيد ياسر، وبالحديث عن اللقاء الخماسي الذي سيكون نهاية هذا الأسبوع وانضمام روسيا للمرة الأولى، أين هي الحكومة اليمنية من هذا اللقاء؟ هذا السؤال الذي يطرح نفسه الآن، هل تسمعين؟ بالتأكيد أن الحكومة اليمنية تراقب ما يحدث من اجتماعات للدول الفاعلة في المنطقة ودول الراعية لمشاورة السلام. قد ربما الحكومة الشرعية تشارك في هذا اللقاء، ولكن حتى اللحظة لم يتم دعوة الحكومة الشرعية، ولكن في كل الأحوال اجتماعات كثيرة عقدت من قبل لم يتحدث عنها وسائل الإعلام، تناقش رؤى واقتراحات للحل في اليمن. كل المقترحات التي قدمت من هذه الدول ومن المؤسسه الدوليه ومن المنظمه الدوليه تلاقي تقريبا كبيرا من الحكومه الشرعيه، بينما الطرف الاخر هو من يرفض هذه المقترحات، اخرها الرؤيه التي قدمتها المتحده للحل في اليمن. بالتاكيد الجميع الان بات يدرك ما في ذلك هذه الدول التي شاركت في صياغه الرؤيه او قدمت افكار ومقترحات للرؤيه الاولى في صياغه الرؤيه للحل في اليمن، فبات تدرك تماما بان الطرف الاخر لم يعني يقبل باي فكره للحل السلمي في اليمن، ويريد فقط ان يشرع المسلابه ويمضي خارج اطار القوانين الشرعيه الدوليه، هو يريد ان يحقق مكاسب سياسيه، يريد ان يشرع المسلابه، لا يريد اي حل سياسي في اليمن، حتى لا يريد ان يعني ان يكون هناك حل سياسي ولو كان مجحف للطرف الاخر، نعم. يريد كل شيء، لقد يعني وصلنا الطمع الى حد ان يعني يتخذوا خطوات احاديه الجانب، يعني الان المجتمع الدولي اليوم يصدر بيانات اكثر يعني البيانات اكثر حدا من بيانات الحكومه الشرعيه ضد الطرف الانقلابي. نعم. اليوم الجميع بات يدرك بان هذا الطرف هو الذي يعرقل العمليه السياسيه، وكل البيانات تؤكد من بيانات سفراء 18 بيانات. اذا كيف ستتعامل الحكومه اليمنيه مع الدعوات لاستئناف المحادثات في ظل هذا التعرقل او العرقله التي يبديها الطرف الاخر كما وصفت؟ الحكومة الشرعية واضحة مع الدول الفاعلة في المنطقة والدول التي يعني حريصة على السلام في اليمن، هناك رؤية أممية، إذا وافق الطرف الآخر على تنفيذ هذه النقطة أو تنفيذ هذه الاتفاقية فالحكومة الشرعية لا تمانع، الحكومة الشرعية هي مع أي حل سلمي يجنب اليمنيين المزيد من إراقة الدماء، الطرف الآخر هو من يبحث عن الفوضى والدمار والقتل والحرب، دليل عدم قبوله بالرؤية الأممية التي جاءت يعني لا تناسب وجهة النظر الحكومية في 100%، ولكن الحكومة قدمت مناضلات كبيرة في سبيل صناعة السلام في اليمن. أعتقد بأن الآن الكرة في ملعب الأمم المتحدة لتنفيذ يعني على الأقل الإعلام للعالم بأن هذه الميليشيا الانقلابية لم تقبل الحلول السلبية، وعلى العالم يعني دعم الحكومة الشرعية لفرض السلام بالقوة ولتنفيذ القرارات الشرعية الدولية بقوة السلاح، على الأقل أن هذه الميليشيا الانقلابية لم تقبل بالحلول السلمية حتى الآن. نعم، إذا الصحفي في رئاسة الجمهورية ياسر الحسني كنت معي من الرياض، شكرا جزيلا لك. مشاهدينا الكرام، الآن ينضم إلينا من الرياض الكاتب السعودي سليمان العقيلي. مرحبا بك سيد سليمان. أهلا وسهلا، مساء الخير لك ولضيوفك ولمشاهديكم الكرام. مساء النور سيد سليمان، تستضيف السعودية خلال هذا الأسبوع لقاءين منفصلين، أحدهما مخصص لبحث الأزمة اليمنية، بينما ستكون اليمن ملفا محوريا في لقاء آخر. ما الذي تطمح إليه السعودية بوصفها قائدة التحالف العربي للخروج من هذين اللقاءين؟ نعم، وفي الواقع أنه المطروح الآن وكالعادة يعني من قبل القوى الدولية هو الهدن التي نعرف أنها تقدم هدية للانقلابيين في صنعاء، لكيما يستجمعوا قواهم بعد كل عمليات عسكرية تستنزفهم في على الميدان. وبالتأكيد إنه المملكة العربية السعودية تأمل في هدنة حقيقية، ولكن قائمة على مفاوضات سياسية جادة، وأنا أعتقد أن السعودية ستطرح شرطا مهما لا يمكن لأحد يعني أن يتلكأ فيه، وهو موافقة الانقلابيين على المرجعيات، لأنه لا يمكن أن تقوم أي تسوية سياسية أو مفاوضات سياسية بدون أن يكون هناك
مرجعيات، والمرجعيات المعروفة والمعتمدة دوليا والتي لا يمكن لأحد التنكر لها هي المرجعيات الثلاث: المبادرة الخليجية ومخرجات الحوار الوطني وقرارات مجلس الأمن، وبالخصوص قرار 22/16. نعم. اتضحت الصورة. ولذلك فأنا نعم قبل عقب فشل محادثات الكويت، كانت التصريحات السعودية تؤكد أن العمل العسكري هو المسار الوحيد الذي يمكن عبره إنهاء مهمة التحالف في اليمن. مع هذه التحركات الدولية، يمكن القول أن هذا الخيار قد تجاوزه فعلا؟ قد تم تجاوزه؟ لا، المملكة لم تقل أن العمل العسكري هو الوحيد، وأنا لم أسمع في الواقع أي تصريح تحتكر فيه الرؤية السعودية التسوية في اليمن بالخيار العسكري إطلاقا. وإنما هو في الواقع أنه تصحيح موازين القوى عبر عمل عسكري ربما يقود الانقلابيين، ربما أقول، إلى طاولة مفاوضات جادة. وأنا أعتقد شخصيا أنه التصحيح موازين القوى لا زال بلوغه مبكرا، وتحتاج العملية العسكرية إلى وقت يعني لا تقل عن أسابيع، لأنه حتى الآن لا يرى أي نزعة للتسوية لدى الطرف الآخر، بل أنه علي عبد الله صالح الآن يقول أنه لا يعترف بشيء، وأنه سيشكل حكومة هو وحلفائه، وسيستمرون في الإجراءات الحادية الجانب، ويتنكرون طبعا للمرجعيات. وعلي عبد الله صالح في حديث للتلفزيون الروسي اليوم قال انه تنكر حتى المبادره الخليجيه التي وقع عليها، فهذا يعني في الواقع اشارات غير مطمئنه لا للمملكه العربيه السعوديه ولا لحلفائها ولا لمحاولين. نعم، إذا سيد سليمان، بالحديث عن الموقف الروسي الذي يبدو متسقا مع رؤية التحالف وبقية القوى الدولية بالنسبة للأزمة اليمنية، كيف تتعامل السعودية والتحالف مع هذا الموقف الذي سيكون حاضرا في اللقاء الخماسي في جدة نهاية هذا الأسبوع؟ نعم، أنا أعتقد أن المملكة العربية السعودية نجحت بالفعل في استيعاب النمر الروسي، وفي يعني التفاهم معه، ويعني عملية احتوائه. وأنا أعتقد إنه روسيا لديها مصالح ضخمة جدا مع الخليج ومع المملكة العربية السعودية، ولا يمكن من أجل الحوثي وعلي عبد الله صالح أن تضحي بالمصالح الاستراتيجية مع الخليج التي تبدأ في التفاهم حول النفط وأسعار النفط ومعدلات إنتاج النفط، وهذا شيء مهم جدا للاتحاد الروسي، لا يقل أهمية عن الوضع الجيوسياسي لروسيا في الشرق الأوسط. نعم، لأن النفط هو الذي يعني أسقط الاتحاد السوفيتي في 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 بداية في 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 بداية التسعينات من القرن الماضي. الثاني أنه هناك الحقيقة عقود بين دول الخليج وروسيا فيما يتعلق بإنشاء محطات للطاقة النووية بمليارات الريالات، وأعتقد أنه نعم سيد سليمان، عفوا على المقاطعة، لم نعد لدينا وقت، وهناك سؤال أخير أتمنى أن تجاوبه في أقل من دقيقة، وهو سحب الولايات المتحدة لبعض مستشاريها العسكريين في عمليات التحالف، كيف لنا أن نفهم هذه الخطوة؟ هناك من يقول انها وسيله ضغط، وانا اعتقد انه يعني الامريكيين التعامل مع الامريكيين اصبح اصعب من التعامل مع الروس. واعتقد ان الولايات المتحده لم تعد حليفا موثوقا ذو مصداقيه ومصداقيه. وسيله ضغط لماذا؟ يعني لاجل ماذا؟ وسيله ضغط لاجل ماذا؟ لاجل ايقاف العمليه العسكريه وانقاذ
أصدقاء حلفائهم في طهران، حلفائهم الجدد. أنا الحقيقة يعني لا أعتقد أنه الإعلان بهذه الطريقة إعلان ودي، نعم، أو أنه يتسم بروح الصداقة لحليف تاريخي واستراتيجي. شكرا. مثل المملكة العربية السعودية كان بإمكانهم، نعم، أن يستبدلوهم أو أن يسحبوهم بدون إعلان سياسي. أنا أعتقد أنه يراد منه الضغط، ولكن المملكة العربية السعودية صامدة، نعم، ولا يهمها المناورات السياسية. شكرا لك سيد سليمان العقلي، كنت معنا من الرياض والمحلل والكاتب السياسي السعودي. بهذا مشاهدينا الكرام نصل إلى نهاية حلقتنا لهذه الليلة. لا يسعني بالأخير إلا أن أشكر ضيوفي. كان معي من الرياض ياسر الحسني صحفي في رئاسة الجمهورية، ومن عمان الباحث والمحلل السياسي عبد الناصر المودع، وختاما مع الدكتور سليمان العقيلي المحلل والكاتب السعودي. هذه تحياتي أنا أمل علي، وهي لكم من زميلي من الإعداد كمال حيدرة. نلقاكم على خير.